الآن يا أخوانا امتدادا لخيوط المؤامرة، نحن ندعو الجارالين، ندعو الغائدين، ندعو طرفي النزاع. ما في طرفي نزاع ولا في غائدين، في غائد واحد اسمه عبد الفتاح البرهان. الجيش ده منتهي، في غايد عام واحد. الله اكبر. بعده في نائب الغايد العام كباش. الله اكبر. بعده في رئيس اركان الجيش السوداني. الله اكبر. بعده في نوابه. الله اكبر. بعده في غادة الافرع الرئيسيه، غادة الوحدات، غادة التشكيلات. الجيش ده مبني على التراتيبيه القياديه، ما في غايدين. الله اكبر. الان اذا اعتبرناهم هم كانوا جزء، ما كانوا جزء من الجيش، لكن يكون جزء من المؤسسة العسكرية، يتمردوا على المؤسسة العسكرية. إذا أي زول في دولته هناك، أي زول في دولته الليلة، الناس البرد بيقولوا الغايدين الجارالين طرفي النزاع، إذا أي زول في دولته بيقبل جزء من قواته تتمرد، جزء من مؤسسته العسكرية تتمرد، والناس ما تقول عليها متمردين، بيقبل انه يقولوا طرفي الصراع، طرفي النزاع. في جيش اي هو طلعت منه متمردة. اذا قايدة انا قايد المتمردين، ما طرفي النزاع، ما بواسوني معاه. بعد ذاك في ناس في الداخل وفي الخارج، اي اجرام يحصل من قوات الدعم السريع المتمردة، يقولوا طرفي الصراع، طرفي الحرب عليهم الالتزام بحقوق الانسان وحماية المدنيين. لا ما كده التوصيف، ما كده، وانتم منافقين سواء كنتم في الداخل او في الخارج. حتى ولو كنت رئيس دولة، انت منافق. الله اكبر. وانت كاذب. كان كنت صحفي، كان كنت اعلامي سوداني او اجنبي، وبتقول طرفي النزاع والغايدين، انت منافق وانت كاذب، وانت عارف الحقيقه، وانت بتضاري الحقيقه. في غايد وفي ضابط تمرد، في جيش وفي مؤسسه عسكريه فيها جزء من تشكيلاتها تمردت. موت بس. ده غايد يا اخوانا، بيعمل في دولته وبيعمل في شعبه كده. وفي غايد تاني، في غايد وجيشه بيحاربوا في التمرد، بيحاربوا في القتل، بيحاربوا في النهب، بيحاربوا في السلب، بيحاربوا من اي حماية البيوت والمنازل حقت المواطنين. الناس الجماعة المتمردين الاوباش ديل، الشي اللي عملوه في الشعب السوداني ده جريمة تاريخية.